احنا هسه بشارع غازي ها؟ اي نعم. زين عندنا هاي العماره جميله حلوه عبد العزيز النجفي. ايه حلوه. ايه احنا يعني نرحب بالناس اللي تجي وتعمر خاصه بشارع غازي. يعني شارع غازي عندك عماره عبد العزيز النجفي، من بعدها عماره الجوهره، من بعدها عماره دكتور سالم الشلبي. نتمنى من الناس الخيره من اهالي هاي المحافظه انه تعيد النظر وتعيد حساباتها بعوده هذا الشارع، لان هذا الشارع عريق من احنا اطفال والحد ورا التحرير. يعني احنا من نشوف الشارع بهاي الوضعيه ننقهر. يعني كان ماكو محط رجل بهالشارع هذا، ويا ريت انه اصحاب العمارات اللي موجوده ينظرون نظره على هاي العماره اللي صارت حتى يرجع ويستعيد حيله واحسن من قبل ان شاء الله. والله نطالب يعني بالعوده مع المحلات والسوق وباب الطب، يعني قلب المدينه. يعني اتمنى العالم يعني تستوعب هاي الفكره وترجع، لان هو يعني احلى شيء يعني هو هذا السوق. قديم ايه، وبي شغلات يعني كلش حلوه. هو يعني اي شيء يعني ينشر من هذا السوق يعني بي طعم وبي نكهه، من باب السراي، باب الطوب، شارع غازي. زين بعض العمارات يعني سكوا عمارتين ثلاثه، ليش ما يقبلون يبنوها؟ والله يريدون يعني على مود الحكومه، يعني اكو منهم يعني ما عندهم هم اساسا، هذا هو معمر يعني من عنده من جيبه الخاص. هذا شارع غازي والله قسم ناس معزلين لحد الان، يعني اكثريتهم والله معزلين. ووسع بنت عماره النجيفي مرتبي، صارت حلوه عماره، يرجعون اصحابه كلهم راح يرجعون. بس عندنا مال قاسم الشلبي هاي مال الاشعه وما اشعه كلها مهدومه، يعني نطلب منهم بلكي يرجعون يعمرون يعملون يرجعون على محلاتهم حتى تصير الحركه وتصير الشارع. هسه الشارع ما شاء الله سيارات وتمر بينه والحمد لله، بس نطلب من اهل المحلات اهلالي يرجعون على محلاتهم على شغلهم على عملهم حتى ترجع الحركه ان شاء الله. شارع غازي هو موجود بالتاريخ اجمل الشوارع، اقدم شارع هذا بالموصل، يعني شارع غازي، شارع نينوى، شارع خالد بن وليد.